قال نبي الله موسى عليه السلام: رب أي عبادي أحب إليك؟ قال: الذي يذكرني ولا ينساني. وقال: رب أي عبادك أقضى؟ قال: الذي يقضي بالحق ولا يتبع الهوى. وقال: رب أي عبادك أعلم؟ قال: الذي يبتغي علم الناس إلى علمه. أيها الأحبة الكرام، استمع الله لصوت في الأرض أجمل من صوت قارئ القرآن. نسعد وإياكم بهذه التلاوة القرآنية الطيبة المباركة في هذه الليلة المباركة، تعد من ليالي الاحتفاء والاحتفال بميلاد حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، وتكريما لراحلنا الكريم حج أنور الورداني رحمة الله عليه. نستمع إلى فضيلة القارئ العلم لمصر والعالم الإسلامي الشيخ محمد حسن الخياط، فليتفضل فضيلته. مشكور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة What is
What?
وإن عاقبكم فعاقبوا بمثل ما ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله واصبر على صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم
الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا.
you
وسلاما على هدية الأرض والسماء وهدية السماء للأرض. حضرة النبي صلى الله عليه وسلم أهداه الله إلينا فجعله هاديا ومبشرا ونذيرا. بكى البكاء دعا الدعاء فاستجاب له رب الارض والسماء فكانت رحلة الاسراء. سعدنا واياكم ايها الاكرمون الاجودون بهذه التلاوة القرآنية الطيبة المباركة. فضيلة القارئ العلامة الشيخ محمد حسن صياد قارئ كبرى المحافل العالمية والدولية. وفي هذا المقام القرآني الكبير تكريما للراحل الكريم الحج انور الورداني رحمة الله عليه واسمعه الفردوس الاعلى من الجنة. شاركين الحج سيد الحج محمد الورداني اشقائه الكرام. كذلك الحج ابراهيم المحمود والحج حسين ابو خاطر. من هنا من داخل المؤسسة العالمية لاعمال الفراشة والانارة الحج اسلام ابو نور والهندسة الاذاعية لمستكرل اذاعات مصر ابناء الحج علي حلمي رحمة الله عليه حزبة عشر صار الحجر. كذلك عالمي التصوير الفوتوغرافي وكذلك اليوتيوب العالمي المهندس اشرف العيسوي اشكر اليه. اما الاعمال الفندقية المتميزة والرائدة للمتر العالمي المتر ابراهيم البورسعيدي اشكر اليه. وهو اسمه البورسعيدي ولم يكن من بورسعيد ولكنه من المناجاة اشكر اليه واشكر اليكم جميعا. ايها السادة الكرام عودة كريم لساحة القرآن الكريم فضيلة القارئ العلم الشيخ السيد صالح المعلمي علم مصر والعالم الاسلامي ادعوه الان الى هذه التلاوة القرآنية المباركة فليتفضل فضيلته مشكورا.